جمعية ربط جسور الخير تخلد الذكرى الثالثة بعد المئة لوفاة شيخ القراء سيد عبد الله بن أبي بكر التنواجوي، وذلك في حفل تسليم جوائز على الفائزين في مسابقتها السنوية. يقول القائمون على التظاهرة إنها تهدف لإحياء مآثر شيخ القراء وإبراز جوانب من حياته العلمية وربط الأجيال بكتاب الله تعالى. قررنا في جمعية ربط جسور الخير مد جسر لتاريخ هذا الشيخ الحافل بالعطاء العلمي خدمة لكتاب الله عز وجل الذي هو أجل العلوم وأعلاها قدرا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ممثل وزارة الشؤون الإسلامية ذمن تنظيم المسابقة القرآنية مؤكدا أن كتاب الله خدمه علماء أجلاء من بينهم ابن أبي بكر التنواجوي. الاشتغال بالقرآن الكريم زينة لأهله وشرف لهم في دنياهم وأخراهم، وقد قيد الله لهذه المهمة أئمة أخيار أفنوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم تعليماً وتعلماً، ومن هؤلاء شيخ القراء سيدي سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجوي. المسابقة القرآنية لم يقتصر دورها على تشجيع حفظة كتاب الله، بل باكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها، بالإضافة إلى اكتشافها مواهب كانت دفينة في نشأة المحضرة والمعاهد، مواهب تم اكتشافها وصقلها على بساط الإبداع والتنمية في مسابقة شيخ القراء. مسابقة سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجوي شارك في نسختها الحالية أكثر من 300 متسابق من مختلف أنحاء البلاد، وشهدت التظاهرة توزيع جوائز وإفادات على الأوائل في المسابقة القرآنية السنوية.